الفا صيدا تريتلون اولمبيك تريتلون 2018 وين راح بصير وشو راح بصير فيه وعشو موزع وكم كيلومتر كله هذا راح نحكي فيه مع دكتور ناصر حمود رئيس جمعيه ماراثون صيدا الدولي. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك. شرفنا دكتور ناصر. عرفنا شوي شو تريتلون بالاول اللي ما بيعرف شو تريتلون. تريتلون هو مباراه مقسومه لثلاث اقسام، سباحه ودراجات وبعدين ركض. نعم. طبعا في عدة أنواع. هي رياضة صار لها من 1920 وتجدد بفرنسا بال 1934 وصارت لعبة أولمبية من 2000. نعم. الأولمبيك تريأثلون هو عندك سباحة كيلومتر ونص، دراجات 40 كيلو وركض 10 كيلو. نعم. هلا بعد فترة صار في شيء مشان اللي حابب يشارك بس ما قدران يشارك بهالمسافات كلها، صار في شيء اسمه سبرنت تريأثلون اللي هو 750 سباحة، 20 كيلومتر بالدراجات و5 كيلومتر ركض. طبعا النصف يعني نصه. نحن شو راح بصير بصيدا؟ نحن اثنين سوا. نعم. نحن اثنين سوا. راح بصير تريأثلون للسبرنت وتريأثلون للأولمبيك والسبرنت. في عنا مجموعة متحمسة جدا ورح يعملوا الأولمبيك. نعم. وفي قسم رح يعمل تريأثلون اللي هن في منهم أول مرة وفي منهم هن متعودين يعملوا تريأثلون. نعم. قصدي السبرنت. نعم. بس نحن اللي زايدينه بصيدا انه عم نعمل شيء ريلي، تسلم وتسليم، يعني يكون في فريق بيعمل ثلاثة، يعني واحد بيعمل سباحة، واحد بيعمل نعم. دراجات، وواحد بيعمل ركض. هيدي يعني هذا مشان نكتر المشاركة مشان الناس تتعرف أكثر على اللعبة. دكتور حمود، أول سنة بتصير بصيدا؟ أول سنة بصيدا. أول سنة بصيدا وأول مرة بمدينة كبيرة بصيدا. نعم. على مستوى مدينة وعلى مستوى جمعية. طبعا في تريأثلونات صارت بمدن بحرية صغيرة، بتصير بالناقورة بينظمها الدكتور أحمد خليفة، كثير ناجحة. وهيدي يعني إذا بدك رياضة جديدة عم نحاول إنه نعرف على الناس. نعم. كل رياضة بتفوت لازم ناس تتعرف عليها، وفي ناس بحبوها، في ناس بيقولوا لك لا أنا سباحة بس أنا بركض، وفي ناس في كتير انتوزيست حابين وعم بزيدوا يعني أنا بدي أحكي عن المشاركين والتشجيع اللي عم بصير. هل عم بيكون كثافة بالاشتراك ولا بعد ما بتعرف العدد وفي إحصاء؟ لا في طبعا مش لح تكون مثل ماراثون له يعني رواد أكتر. نعم. تريأثلون ناس بدها تكون بتحب تريأثلون والناس عم تتعرف عليه. مثل ما عم قلك في عندك يعني انت عم تحرك ثلاث انواع من الرياضات، ثلاث انواع من العضلات. نعم. والاندورنس تبع كل وحده مختلفه. نفس المشترك بده يشارك بثلاثه. هن اكثريتهم هلا اوكي اوكي. طبعا هي هيدي اللعبه هي هيك اصلا. اوكي. انه شو مشارك واحد، هي مشتقه من اذا بدك لعبه اسمها ايرون مان. نعم. الايرون مان مخيف، يعني اذا بدي اقول لك في عندك 5 كيلو سباحة، اوكي، 182 كيلو دراجات، وبعدين رجل ماراثون 42 شو اسمه قد بدهم وقت، هول اللي لازم تخلصهم يعني بدك تخلصهم اقل من 13 ساعة. نعم. فهن اشتقاء، يعني هيدي اللعبة تريأثلون مشتقة من الايرون مان. هلا الايرون مان عم بتزيد. نعم. شعبيتها برا. ما عندنا اثنين، السبرنت مثل ما قلت انت والعادي، يعني قد ايه رح تاخذ العادي وقت لكل مشترك يعني ليخلصها؟ نحن بنعتقد الانطلاق رح يكون 7:30 صباحا من زيري، وهيدي كمان هلا بين هلالين بدنا نحكي عنها. بنتوقع اخر مشارك يكون واصل من السباحه على 8:30 9 لثلث الصبح. لا عم نحكي السباحه. سباحه فقط. أوكي. السباحه. أوكي. أوكي. بعدين الدراجات وبعدين الركض. نحن تقديرنا اول مسابق سباق السباحه بيوصل ب 10 دقائق. نعم. 11 دقيقه ب 1.5 كيلو. بتصور نحن بننتهي الكل بيكون خالص على 10:30 11 لربع. والسباحه رح تصير بالبحر، من البحر من الزيري هون. نعم. النقطه نحن اول تريأثلون على القليله باوروبا وباسيا اللي هو بينطلق من جزيره بيجي على الشط. عاده تريأثلون بينطلقوا من الشط، بيكون في بوي بيفتحوا. نعم. حواليه وبيرجعوا. نعم. عملنا سيرش في وحده بميامي بينطلقوا من جزيره بس ما عادش كفوا فيها، بهاواي في، بس بالمنطقه باوروبا وبغرب اسيا
ما في ترايأثلون بينطلق من جزيرة، فهذا نحن كمان شايفين حالنا بهذا الموضوع. بس برافو يعني انتو هالمنطقة يعني اسم الله عليكم، بلشتوا بالزيري ودغري فتوا فيها بمشروع نشاط من هالنوع هيدا، يعني يعطيكم العافية. ان شاء الله يكون كتير مثلكم ينعدوا بلبنان ويعملوا اللي انعمل بالزيري. دايما بذكروا انا بعلم صباح وبحكي عنه لانه كنت متواجد وشفت قديش صار بيش بيرفع الراس. جميع اصدقاء الزيري وجمعية غطاسين المحترفين بنوجه لهم تحية، وتحية لمؤسسة الجيش اللبناني اللي ساعدت طبعاً طبعاً طبعاً، والدفاع المدني الحقيقة اللي عم بيشارك بكل النشاطات البحرية. نعم. اللي عنده صار فريق متمرس وبروفيشنال كتير عم بيساعد بكل أمور البحر وخصوصاً. نعم. بأمور الغطس والإنقاذ. دكتور حمود خلينا نشوف هالتيفي سي عن النشاط اللي راح بصير ترياتلون. دكتور قد في مشاركين للترياتلون؟ في حوالي 150 لحد هلا. نعم. وبتصور بعد في عنا يومين، وفي منتظرين اليونيفيل يشاركوا، اليونيفيل على طول بيشاركوا. نعم. بالنشاطات الرياضيه اللبنانيه، والهيئه بده يشاركوا، طبعا نحن بنتمنى يكونوا معنا لانهم بيعطوا حيويه للايفنت. نعم. في رح يكون مراقبين من الاي يو تي اللي هي اي تي يو انترناشونال ترياتلون يونيون، رح يجي مراقبين من غرب اسيا اللي هو ليكون التحكيم عادل وكل شيء عادل. ايه يعني ومشان يكون. نعم. يحطونا على السايكل، يحطونا على خارطه الترايثلونات العالميه. نعم. ونحن بنتصور نحن واثقين انه رح يكون يعني بتحكي انت عدد 150 يمكن يوصلوا ل 200 واكثر. ايه. يعني لترياتلون مش سهله. لا طبعا مش سهله، لعبه جديده. نعم. في اتحاد بلبنان للترياتلون وفي. نعم. حوالي 8 نوادي للترياتلون. نعم. وفي متحمسين جدا، يعني نحن بنعرفهم متحمسين جدا لهذه الرياضه. لانه بتعرف في ناس بيتحمسوا للباسكتبول للتنس. برافو برافو. فنحن بنشكرهم. نعم. وبنحمسهم وبنقول لهم المي نظيفه. في كتير كان اجينا اتصالات وايميلات على السؤال عن المي. نحن. نعم. عندنا ثلاثه اندبندنت مختبرات فحصوا المي، ومنها مختبر للدوله اللبنانيه فحصوا المي، ونحن من احسن المياه اللي البحر بلبنان صرنا. عم تحكي الزيري لانه بالزيري وحتى الشط. نعم. لا في عده اسباب، ما بعرف اذا في وقت نفوته. يمكن البحر الوحيد اللي افضل من هنا هو الناقوره. نعم. الناقوره بتعرف لانه بعيده عن كل شيء، في بيوت وسيفيليزيشن. بصير في فحص للمياه بشكل متكرر. ايه طبعا طبعا، خصوصا. نعم. الصيفيه. نحن من بعد ما انتهينا من كارثه البيئيه اللي كانت عندنا اللي كان اسمه جبل النفايات. نعم. ولحقوا كمان معمل تكرير المياه الآسنة، صارت مياه صيدا من أحسن المياه. وكأنكم رجعتوا هالشط مثل ما كان، يعني هيك لازم قبل فييرج مثل ما بيقولوا. صح. يعني نظيف ومرتب. صح. يعني خاصة باللي انعمل مؤخرا. صح. والطيارات اللي حضرتكم كمان عم تشتغلوا لأنها تكون موجودة السنة الجاية إن الله راد، مع الدبابات والمللات. نعم. يعني شغلة كتير مهمة يعشش السمك جوا. بس انتبهوا كنا عم نحكي من شوي على هالسمكة، ما تاكل الأسماك التانية لأنه بلشت تتكاثر الأسماك بشكل حلو. صح. كتير شفناهم بالفيديو. مزبوط. ترياتلون متى رح بصير؟ الأحد الجاي نحن. نعم. منتظرينكم، نحن منتظرين فيوتشر تي في. بنشكركم على سبونسرشيب وعلى تغطيتكم لهذا الحدث. اللي ما بده يشارك يجي يتفرج. نعم. غير المسار يعني غير انه مشاهدة المشتركين طبعا في زوايا ترفيهية. نعم. وعلى البحر بعد ما يظهروا المشتركين السباحين في عروض مائية من برا. نعم. برا سيلينج رح بتصير بمنطقة القلعة، يعني هونيك المنطقة ما بعرف كانت واضحة على الفيديو. بشمال القلعة. نعم. شمال القلعة بين الزيري وشط صيدا للمنطقة اللي مسميها منطقة العلم اللي هي على بلفار الشهيد رفيق الحريري. ونحن كمان بالمناسبة بنشكر الشيخ سعد الحريري على
رعايته لهذا الايفنت، خصوصا انه هو كان مشارك بهاف بهاف ايرون مان. اوكي، فهو متحمس يعني جدا. سبرنت لا لا هاف ايرون مان يعني أكتر. عمل ايه، عمل كيلومتر 2.5 سباحه، والله عمل 90 كيلو بسكليت، وبعدين نص ماراثون. هاي مؤخرا هلا يعني ما فيني اقول لك، بس مش كتير من بعيد. اوكي برافو. وهو كتير فخور بهذا الموضوع، فخور انه يعني اذا مجربها يعني اكيد حيشجعها بهالطريقه هيدي. ومش بس هيك، جربها وخلى الشباب اللي حواليه واللي معه يجربوها، وفي مشاركين من عنده حيكونوا بالترياتلون اللي رح بصير. يعني يعطيكم الف عافيه. اللي رح يصير رح يكون في اثنين موزعين اذا المشتركين على السبرنت وعلى الترياتلون الاولمبيك، وباثنين في ريلي يعني. نعم. ناس بيسلموا ناس. نعم. طيب بس سؤال صغير، وين رح تكون الالي تبع البايكينج؟ البايكينج هي على البولفار الشهيد رفيق الحريري، والركض كمان كله مقسم. نعم نعم، بس ولكن وراء بعضه ما رح يلتقوا. ما هو كل واحد بس يوصل بكفي، في شيء اسمه ترانزيشن زون، بيجي من البحر بغير. نعم. بيركب البسكليت بس يخلص التسع دورات او الخمس دورات. نعم. ديبندينج اذا كان. وين فين يشاركوا يجوا يشاركوا؟ في على الويب سايت، وفي ثلاث مكان امكنه بيقدروا يسجلوا فيها. طبعا صرنا باخر وقت يعني بين بكره وبعد بكره بكون نهينا. بده يجيبوا بسكليت معهم ولا عاده المشارك هذا هلا اللي ما عنده بسكليت نحن فينا نأمن له بسكليت، نستأجر. نعم. له بسكليت طبعا. نعم. بس هي عادة المشاركين المتحمسين عندهم بسكليتاتهم وبسكليتات. نعم. هلا اللي عاملينها قبل يعني اكيد هلا اذا ربحوا مبروك عليهم، بس ان شاء الله يفاجئنا حدا جديد مثلا بحبها او بمارسها على طريقه خاصه ويشارك ويقدر يوصل. انا في عندي فريق متأمل فيه خير جدا، اول مره. نعم. بشاركوا. نعم. بس ثلاثتهم، واحد بيسبح كتير، طبيب من يعني. نعم. زميل، وثلاث اطباء هني. انا بتصور هول رح ثلاثه يعني، حدا بيسبح، حدا رح يركض، وحد رح بايكينج. دكتور برافو يعني. شكرا. موفقين للاحد الجاي ان الله راضي. يعني نشاط رياضي وفرح ان شاء الله. اكيد وشكرا على استضافتنا، وان شاء الله اللي ما بده يشارك يجي يتفرج. ثانكيو لك دكتور حمود. بنذكر انه حضرتك رئيس جمعيه ماراثون صيدا الدولي، ورح نكون في كمان من عالم الصباح لينك بيننا وبينكم لنشوف لايف شو عم بصير عندكم على الارض. بس كلمه صغيره، نحن هيدا بدنا نسميه اسبوع صيدا السياحي والرياضي، لانه في مهرجانات صيدا بتنتهي الاحد. نعم. ونحن بننهيها بالرياضه، فكمان بنوجه لهم التحيه وبنقول لهم يعطيهم الف عافيه، وان شاء الله بنشوفكم. مش غلط ابدا، برافو عليكم. شكرا. الله يقويكم. احنا وياكم طبعا لكم، شاركوا بترياتلون مش غلط ابدا، وجودكم كمان بهم. خلال تعج مدينه صيدا باهالي الجنوب والشمال والبقاع وبيروت وكل المناطق اللبنانيه، وحتى السياح فين يزوروا، لانه بالفعل زرنا برمضان وشفنا النشاطات اللي عم بتصير، وشفنا الشوارع الرائعه وقد ايه تسلينا وعدناها مره واثنين وثلاثه خلال هالشهر، لانه كانت منطقه كلها منورة خلال هالشهر لحد وقت السحور، وهلأ عم بصير نفس الشيء بمهرجانات الصيفية. رح نروح نحن وياكم عند الشيف محمد. شيف مش مصيدة حضرتك كمان؟ بلا صيدة. دكتور ناصر بن صيدة لا صيدة عند الشيف محمد. الفندق بلشنا حطيناه بالفرن مدة 6 دقايق على درجة حرارة 180. عملت أرجع أذكركم بشكل سريع كل اللي انضموا لنا هلأ شو حطينا. عملت زبدة وبيض، ست بيضات مع سكر 120 جرام، وعملت زبدة وشوكولا خلطتهم مع بعض. عملت الشوكولا على النار، رجعت ضفتها فوق البيض والسكر بعد ما انخفقوا، وحطيت فوق منهم طحين، رشة فانيلا، ودخلوا على فرن درجة حرارة 180 بصيروا بهالشكل. وحنعمل قالب كمان، عملنا قالب رح نعمل لهم صوص المانجا هلأ بهالشكل هيدا. بدنا نعمل المانجا تكون مستوية، رح نحطها على البلندر نخفقها مع شوي، فينا نضيف عصير مانجا او شي بسيط من المي الباردة هيك، بنطلع شوي ما بنحط بقلبهم جيلاتين او شي لحتى تكمش، تطلع كتير طيبة. وفينا نحط لها على وجهها شوكولا حبتين، اذا بتكون اياها جامده اكثر فينا نفرمها ونحطها على النار، ونحط معها جيلاتين بودره او ورق بندوبه
بصير تكمش. انا ما بدي اياها، بدي اخليها تطلع فريش اكثر. صارت جاهزه. نفرمها ونحطها على المكنه. طيب كثير مع الشوكولا. اوكي، ما راح احط لها سكر، ما راح ادخل اي شيء عليها غير مانجا. راح تنفرم لنقدر ناخذ نكهه ونخفف حلاوه شوي بقلبها. الشوكولا كثير حلو. رح نضيف شي بسيط من المي. لتنعم على الاخر بنرجع بنشيلها. قلت اذا بدكم اياها تكون كثيفه اكثر فينا نحطها على النار نغليها شوي مع جيلاتين وبتكمش على بعضها. هيدي صارت جاهزة. بدي يبقى فيها شقفة صغيرة ليبين انها فريش المانجا. رح اشوف كيف صارت بهالشكل. هيدي المانجا الشوكولا كلهم خبز. رح كفي تزيين ورح ارجع لعندك جوزيف ورح احضر لك عصير الورد بعد شوي. عصير الورد بس ما فينا نشرب عصير المانجا بما انك عم بندخلهم مع بعض هلا. عصير مانجا وعصير ورد لانه انا بحب القصص الفريش تكون يعني فريش. هلا بعمل لك وحده مانجا وحده ورد. كثير منيح شيف، يعطيك العافيه. طبعا نحن ناطرين نتائج الجاتو بين كيك. صحيح، كب كيك ناجحين كثير، والثاني كمان عمل اليوم. ايه صحيح، عملنا اثنين خبزنا. نعم، كل شيء لحالي. رح نرجع لك بعد شوي، اما هلا رح ناخذ بريك ومن بعدها رح كون مع الكوتش يحيى خليل. يحيى دائما بيكون معنا ليعطينا القصص الجديده اللي صايره، وهلا اليوم رح نحكي عن موضوع كثير مهم يمكن كثار منكم وخاصه المراهقين والتينيجرز يلي فوتوا جديد على النوادي اللي بتحمسوا لانه يربوا عضلاتهم وياخذوا من المنشطات ومن الامور الزايده يلي ممكن تودي معهم لمشاكل صحيه واوقات لا سمح الله ل الوفاة. عم نشوفها ونسمعها كثير، انتبهوا كثير منيح هالموضوع. يحيى خليل رح خبرنا اكثر بواحد اثنين ثلاثه، بنقول لكم انه قريبا بترجع لنا بالسلامه طبعا هبه من سفرتها. بريك وبنرجع، خليكم معنا.